فادي الرفيع، اجمالا يا فادي، الرجال بيستعملوا اساليب معينه ليغوا ويغروا الشريكه، انت بتستخدم الشعر؟ صح صحيح. قل لي كيف بتشوف صبيه شارب اللي بسيارته اتغزل فيها، فاكثر فانا شاعر واكثر جمهوري من النساء بفضل الشعر، اتغزل فيها اتغزل فيها تظهر قيمتها. هلا احكيني باللبناني يا زلمه، هلا احكيني باللبناني يا فادي. هلا لما نحكي شعر بنحكي شعر. انا لا احب ان اتكلم عامية. ما بتحب؟ لا احب. عن جد ما بتحكي عامية؟ بحكي بس يا اخي. نحكي لك يعني، شفت اللي اليوم اذا عجبتك صبيه بيكون عندك شعر حافظه، هو بتقوله يا ما بترتجل مع كل صبيه. اذا عجبتني بنت بحاول ارتجل قصيده او الف لها أو ألف لها أبيات شعر وقل لهم إياها. السمرة بكتب لها شي خاص فيها، البيضة بكتب لها شي خاص فيها، الشقرة بكتب لها خاص فيها، لأنني أنت أي أكثر ستيل نسائي بيجذبوك؟ السمرة، الشقرة، البيضة؟ أنا أكثر ما يعجبني، أكثر شي بتشدني بالمرة هي السمرة، وما أدراك ما السمرة. بس حابب وما أدراك شو كيف حابب إذا عجبتك بدي شعر عن السمرة. أقول لها: أيتها الياقوتة البشرية، يا ربيع العشق وجنته، يا باقة ورد أداعبها فوق سطور الأدبية. إذا ما بتعرف هيك دغري خبط لازق بتقلها هيك؟ بقلها هيك وبتدوب مثل حبة التلج. يا عمي، وإذا ما بتحب الأدب وما بتحب الشعر وما عم تفهم عليك شو عم بتقول؟ احلى وافخم واضخم بنت قدامي بالشعر ما بتاكل نص ساعه. اليوم اذا نعم. انت عجبتك صبيه دغري هيك اول كلمه او قبل المرحبا دغري بتقلها شعر؟ هون في صبيه، انا عجبتني صبيه، دليت شهر شهرين اطلع على حركاتها على سكناتها على شعرها، ما حكيتها ولا دون سلام دون كلام، كتبت لها قصيده اجمل قصيده وفاجيت قلت لها هاي، قالت لي هاي، قلت لها في مجال نتعرف؟ قالت لي لا ما بحب اتعرف على حدا غريب. قلت لها فانا كتبت لك قصيده وحابب سمعك اياها. قالت لي تفضل. سمعت القصيده قالت لي واو شو هالكلام الحلو. ومن ورا هيدي القصيده صارت حبيبتي، صارت صديقتي، وتعرفت يعني على معظم الصبايا وعلى معظم النساء من وراء الشعر. يعني اذا الشاب عم يقول لك والله بالشبح وبالجقلي وبالعنتري ومدري شو بشد البنت، هو خاطئ، لان البنت ما بيقدر الواحد يوصل لعندها الا بالكلمه الرومانسيه الناعمه الحلوه، بالكلمه الصادقه. فادي، ولكن اليوم الماديات ما عم بقول هو الشيء لازم يكون جوهري، ولكن هو صح. اساسي بالعلاقه. يعني كيف يعني الصبيه اليوم اللي بدها تتجوز بدها تتعرف على شاب بده يحسها بالامان؟ صح. اليوم صح. الشعر كيف بده يحسها بالامان لصبيه؟ دائما المال في الحياه هو وسيله للعيش وليس غايه، ليس هدف. شو الهدف بكون لما انت بتتغزل بصبيه بالشعر؟ شو الهدف؟ عايش مع حب عذري او علاقه عابره؟ أنا أعشق جمالها، أعشق روحها، مبتعداً بل أبتعد عن الجسد أو عن مظاهر الجسد، لا أحب الشعر الإباحي، برفض أن أتغزل بمفاصل جسد المرأة. بتغزل بوجهها، بشبهها بالشمس، بشبهها بالنجوم، بشبهها بالقمر، بس ما فيني فوت. ولكن المرأة بتحب الرجل يحكيها بأنوثتها، المرأة بتحب تسمع كلام يدغدغ مشاعرها، يدغدغ شعورها، مش بس إلا أنت قمر وأنت يعني أنت الشمس وأنت النجوم. إنه هناك إنه فيني أنا بستعمل بالشعر ألفاظ العلاقة بالجسد، بس ما بتمادى إنه وصل على مثلا حدا عم يحضر شي مشهد إباحي أو غير شكل بالمرة. بدي أسألك سؤال صريح، المرأة اليوم بتحب تقول عيناك جميلتان أو تقول لها أنت امرأة مثيرة بالنسبة إلي؟ شو بتحب المرأة تسمع اليوم؟ المرأة هلأ إيه؟ بتحب الكلام الرومانسي العذري البعيد عن ملذات الجسد والشهوات، هيك بتحب، ما بتحب حدا يحدثها بمفاتنها بجسدها، بس بتحب الواحد يحدثها بالروح بالأخلاق.
قد ايه نسبة الصبايا اللي ما انجذبوا لشعرك وما قدرت تجذبهم بهذه الطريقة؟ 1% بس؟ قلت لك أنا أستطيع أن أنطق الحجر، فكيف البشر بالشعر؟ كم صبية بقيت حبة ضلت كفة علاقة معك عم تسمع بس شعر كل النهار؟ والله هني لو بدك لو الأمر يرجع لهم بيضلهم بعلاقة معي حتى يوم القيامة، بس أنا شاعر أتنقل من زهرة إلى زهرة، ما فين إثبت على وحدة، دائما أبحث عن الجمال أينما وجد. يعني بحبها سنة سنتين. بتحبها بالشعر فقط؟ بتعبر لها بالشعر؟ بتحبها بالشعر. يعني حب أفلاطوني، حب عذري؟ حب عذري. حب عذري. حب عذري، العلاقة العذرية. غنوة، أنت اليوم قد إيه بيجذبك رجل؟ إذا أنت قلت كان عندك مشكل إنه كيف الشاب يجذب الصبية بالماديات، قد إيه اليوم بيلفتك رجل بيتغزل وبيجذب السيدة بقصيدة؟ قلي شي لأسمع. قلي. أقول لك عيناك ما عيناك إن نظرت تحيل الكون قاعا صفصفة. إيه. والليل ما عاد الغداة يجيئنا فكأنه في شعرك المنثور اختفى. والورد والعطر يسكر في يديك لأنها أبدت له طيب الأصابع قرقفة. والعشب يرغب أن تنامي فوقه ليحيك لي من لمس جسمك معطفة. ما عنا لشي. فهمتي؟ ما عنا لشي. أنت هلأ قدام الكاميرا ما يعني أنا ما بتخيل بتجذبني بهالطريقة. أنت هلأ قدام الجمهور وكاميرا ومالك مكتبي وقلبسي هيك. لك لو كنا بأوضة مسكرين. ما تكوني وحدك معي. بدك صليب أحمر. غنوة سؤال. اليوم أنت كصبية شو اللي بيجذب الصبية اليوم وما أنت هول نزوف الشباب؟ بيجذب الصبية ترتيبه، حديثه، طريقة حكيه، كيف يتعامل، بنجذب له بشكل عام. هيك بيجذبني. جذبك الرجل. الخطوة الثانية لك شو بتكون؟ إذا في مستقبل أنا وياه بيجي عن بيت أهلي، بس أنا برفض إن أخطب، حط محبس بإيدي. بيجي عن بيت أهلي بقول لهم بابا هيدا حبيبي، يمكن نخطب يمكن نكمل، بس ما ححط محبس لأن يمكن ما كمل أنا وياه وارجع شيل المحبس من إيدي وياه ويقولوا ليش تركت وشالت محبسها. برفضها. بس بدي اتجوز بتجوز دغري بلا خطبة. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.